فيلم ده تاتش تاتش تفسير الحكاية تاتش تاتش لما لا نهاية تاتش في تاتش لمسة للمشاهد واقعية تزرع أثرها في النفوس فقرة درامية فكاهية غنية أقوى المعاني والدروس سداتي معنا تاتش تاتش للأباء والأبنى تاتش تاتش عن وقع وطننا تاتش تدرس قضايا اجتماعية عانية في المجتمع وكزة وسوس وعالجة كل القضايا في قضية يا شعب دوس الجهل دوس طوالي ما عاد مش حاجه. قالوا قدامي اقول لك انا ما ابيش. ما تنفع. سير بعد عملك يلا. عذابي بسرني. ابو هادي. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى؟ يزيد يبسر له ختم ثاني. هذا عشان انا من الذي يبسر له ختم ثاني. انا ليش شليت الختم؟ والله يا حبيبي هذا امر واقع. ما انت ما بلازم تفل الامر الواقع. شوف يا ابو هادي انا قيمتي عملي وما دام قد اخذت الختم ايش الفائده بوجودي؟ قد شليت الدولب بكلها عاد انا عاد احنا بعند هذا المكتب حاضرك عملي مرهو بيدي ويدي مرهو بعملي جعل الله قطع جعل ولي أنا عملي مرهو بيدي
ويدي مرهو فعملي انا عدا لحلي لحلال وهفتح علي جو بابا هنجو جو بابا هنجو الو ها وين انتو فينا اسالك بالله إلا وزعكم هنا الله الله قال الله الله أنت موما هيا اسمع اجمع الخبر كلهم ولي إنا حرام إنه بقعة اسمع اسمع أبو هيا هذا ينوم بسرق أنا محتاج له خلاص جاو كلهم جاو كلهم منتظر لكم لا ما بين حب الشعر ما بين حب الشعر ما أحب فيه يلا يلا اكتبوا مريع لكم في أمان الله قرد يا مرة يا مرة ايوه تتالي لنا الورق من المكتب تالي انا مالك اليوم رجبت بحين واضح واضح تركت العمل نهائيا خلاص تعبت ما هو تركت العمل ايوه ليش هذا انا حر هؤلاء بيتصرفوا معنا تصرفات ما يصبر عليهم الا واحد هين وخاين شرف العسكري وانا لا يمكن انا اجلس عند هؤلاء ناهي والحل تيلي الورك يا وتعالي يا سيدي وعني لا تفلتني جاي انا اقطعها تعالوا اكسر فيها ضمع انا قد طرحت في هذه فكرة واشتيكم تنفذوا بالحرب الواحد شكر شكر يا سيدي وعني شكر يا يعجبني احنا مهمات مهمة صعبة ودشي لها غيرها ذيابة كل واحد فهم مهمته أصبحنا وأصبح الملك لله صباح الخير يا مرشد حي الله بالفند بعصام حياك يا مرشد إيش هذا؟ هؤلاء السرقة الذي كنت أحقق معهم من قبل الله 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 وهذا كلهم كانوا محابس عندكم أيوة كلهم ما دحين خلاص الدنيا أمن وأمان حرام أنه أمن يقطع مسمار إنه منك صدق يا مرشد لا أبو سرق ولا أبو حاجة يسرقي مدري هذا كلامك ما تخانوا بدون زعمه لا لا بس انا زعلان منك انت سيب شغلك هكذا وتروح اكيد خلاص تعبت وين ايش اسرع بعدها عاد اسير القريه اشتغل في عكبي لو ما يفرج شاربك الله يسبره يخارجنا ويخارجكم امين حامي يا حرام يا مرشد حاضرك مع السلامه يلا اطلعوا كل واحد تعرف كيف يفعل واحد مكروه وغيره. يلا. عنا هذه أول مرة هم يلا.
عامة رحمة الله وبركاته. بس يا أخي كنت اشتي معكم ام بي 3. مو معانا ام بي 3 وبعده بينه زوامل عيسى الليث يصرخ صريخ. حلو ممتاز، هذا اللي انا اشتيه المطلوب. انا ندو لك ها. لا 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 عبدك يا اخي ما بشتيش عيسى الليث. اتي لي هذاك وانا اشتي عيسى الليث. هذا عندي ما تشع البني هذاك. ايوه البني اللي في الزاويه طالع من عين طالع. ايوه الثانيه اللي جنبه يا اخي الكبير. ايوه لا 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 الثانيه اللي جنبه اللي طالع خلاص ولا يهمك انت غير اهداء واحنا عم نتصرف. يلا دخلوا شدخل علموه بس علموه هنا الكاميرات. ما هو داري متعلم داري من اروع ما عليك. اجلس اجلس ولا تخاف ولا تقلق منك. تقول ابو هادي شي خرج التلفون يحصلوا السارق والتلفون ولا جاك مفجوع على التلفون. اشرب اشرب لا اشرب 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 لا اشرب 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 بس بالكاميرا وارجع. انت تدخل انت مجنون. ابو هادي ما يعجب احد يتدخل في عمله. ها عرف ايش ادخل بس اعلمه لانه مو معي كاميرا مخبأة بدي يديك. اي يعرف بالكاميرا اللي داخل واللي ورا الكاميرا. ابو هادي واحد خطير ما تعرفه. ها تمام اولا ما عليك ضمن. ما شاء الله ما شاء الله عنه. الله ينصركم. احنا لكم انتم لنا ولنا انتم لنا مستمعين علينا. المرتبة تمام ما لا يضيع عليكم حاجة. احنا الله يحفظك. لا احنا في خدمتكم المستعان. خلاص امورك طيبة. ها سيدي يعني حصلت منه الهرد قد ذا معي. ايوه وانا عاد اخرج من الصورة. تمام وعددتي ما تغرب شمس اليوم وتلفونك عندك. الله ينصرك الله يحفظك. المهم الدعاء الدنيا في امن وامان. الله يحفظكم انتم عمنكونا. يلا الله الله يحفظك. مع السلامه سيدي عيني. نصركم الله. الله ينصركم الله يعاويكم الله يدينكم. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. الله ينصركم. هذا هو الامن والامان. هذا هو الامن. الله ينصركم يا انصار الله. رحمة ماريا يا جماعة سرقونا فاكيد عمنا ناش اسكوت. حرام لها خريجة تلفونات من انجافوا انجافوا مواد الحوثي انصار الله. انا لا حوث انا قاسر قوني. سيب 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 الثقة الثقة امشي في العمل هذا ثقة. ثقة بالله الثقة. ايوه الرجال منو منو انا عشان هذا خليه ينقذنا بين الخضر لما بالزيت اللابتوب. والله بدي والله كنت ارتعش بسرعه. ما بين ارتعش صلي على النبي وش اول مره. رجال هربت ما اول شيء عندنا سمع بلا سمع بلا. صح كلهم كانوا محامين. ايوه كلهم كانوا محامين من قبل يجوا الحوا.
هذا صار. الفندم عصام. عصام قدر على المنان. قد راح له. يلا خير. الله يفتح عليك. ايوه بس قلت لو انتم تحتاجوا شواحن المحل انتم تعرفوا انه. كيف أنت؟ الحمد لله. هيا ما سرنا الأمن والأمن ها؟ حاميها حراميها. قد قلت لك حاميها حراميها يا مرشد. بيني وبينك باقة بعد فرج بإذن الله. هيش تفرج يا فندم عصام، بس مش تفرج إلا لما كل واحد يأخذ عمله. كيف يا مرشد؟ هات يا فندم عصام، هذا شغلنا احنا الزراعة، لكن قبل ما نزرع الأرض يا فندم عصام لازم من يحرره، وهذا عملك أنت. عليك تحرر الأرض وإحنا علينا نبنيها ونزرعها. الجبهات سلكناها طريق العز لن يأبه لما يحصل مع البادئ لحق الحق ما نخسر. شاشي نفسها في البدايات، شاشي نفسي الحكايات، شاشي لا ملا نهايات، في تاتشي لمسة للمشاهد للأبا والأبنى تاتش، تاتش عن واقع وطننا تاتش، تدري